كل سنة وانتم طيبين، اهلا بيكم في قناة كروشيكو. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا النهاردة نعمل مع بعض السكرة دي، سهلة جدا وبسيطة، بس امشي معايا خطوة بخطوة وهتلاقيها هتخلص معاكي على طول، مش هتاخد معاكي وقت خالص. انزلي دوسي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لسه مشتركتيش، ولو اول مرة تشوفيني قوليلي بتتابعيني منين. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة، مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة هنعملها هي الايدين والرجلين. بصوا الباترون بتاعهم نسخة من بعضه مع اختلاف بسيط جدا جدا جدا، يعني شبه بعض بالظبط. دول الايدين ودي رجل من الرجلين، الباترون بتاعهم واحد بس مع اختلاف بسيط. هقول لكم وانا شغالة. تمام، انا هشتغل الرجل التانية وهقول لكم ايه الاختلاف اللي ما بين الاتنين. اول حاجة جبت الخيط الاسود وهبدأ اعمل عقدة بداية وبعدين سلسلتين، وهشتغل في اول سلسلة 6 غرز حشو. واحد، بعد ما خلصت 6 غرز حشو هبدأ ادخل في اول غرزة. دي اول غرزة ولا لا؟ دي اول غرزة، وهبدأ اشتغل 6 غرز تزايد، يعني هشتغل فوق كل غرزة حشو غرزتين حشو. بعد كده هبدأ اجيب العلامة اللي بعلم بيها بداية السطر، وهبدأ اشتغل السطر كله تزايد وحشو، يعني هكرر التزايد والحشو في السطر كله 6 مرات. ده كده السطر التالت معايا، تزايد وحشو. كده انا في السطر الرابع غيرت مكان العلامة، وهبدأ اشتغل 18 غرزة حشو بس في الحلقة الخلفية. في السطر الخامس هشتغل تحت الحلقتين، هشتغل 3 غرز حشو، واحد، 2، 3، وبعدين هشتغل 6 غرز تناقص. التناقص بشتغل وباخد اول حلقة امامية مع تاني حلقة امامية من الغرزة اللي جنبها، وبعدين بسحب خيط واطلع منهم واعمل حشو. ده كده اول تناقص، هشتغل 5 تناقص كمان. بعد كده اشتغلت بعد 6 تناقص في السطر الخامس اشتغلت 3 غرز حشو، وهبدأ اشيل العلامة وادخل في اول غرزة واعمل منزلقة واوسع كده مكان الحلقتين اللي من الناحية دي بتوع غرزة المنزلقة، وبعدين اعمل سلسلة واشد الخيط كده واقطع الخيط الزيادة. ابدأ اعمل عقدة بداية، وبعدين ادخل في الحلقة الخلفية لغرزة المنزلقة الأخيرة اللي عملتها معاكم واعمل حشو، واشتغل غرزة حشو فوق كل حلقة خلفية في السطر، اشتغل غرزة حشو. هيبقى معايا في السطر ده 12 غرزة حشو في الحلقة الخلفية بس. تمام كده خلصت السطر السادس، هبدأ اشتغل بقى. لو هتشتغلي الايد هتشتغلي طبعا منها قطعتين، هتشتغلي من السطر السابع لغاية السطر ال13 ثابت في كل سطر 12 غرزة حشو تحت الحلقتين طبعا، مادام ما قلتش في الحلقة الخلفية ولا الامامية يبقى تحت الحلقتين. ده في الايدين هتشتغلي من السطر السابع للسطر رقم 13. لكن لو هتعملي الرجلين اللي هما برضو قطعتين، فهتشتغلي من السطر السابع لغاية السطر رقم 10 بس، هتشتغلي من السطر السابع لغاية السطر رقم 10 ثابت من غير تزايد ولا تنقص. لو بتشتغلي للايدين فهتشتغلي دلوقتي السطر 14
بعد ما تحشي فايبر كويس جدا هتشتغل السطر الـ14 ست غرز تناقص، ولو بتشتغل الرجلين فهتشتغل دلوقتي السطر الـ11 تشتغلي فيه ست غرز تناقص برضو بعد ما تحشي فايبر كويس جدا. اول تناقص، بعد كده هدخل في اول غرزة واشتغل منزلقة وسلسلة وارفع الخيط كده. لو بيشتغلي الرجلين فهتقصي الخيط قصير بالشكل ده، لو بتشتغلي لو بتشتغلي الايدين هتقصي الخيط قصير بالشكل ده، لو بتشتغلي الرجلين هتقصيه طويل بالشكل ده لان هنحتاجه في الخياطة في النهاية في الجسم. تمام، الايد هنعملها متصلة لكن الرجلين هنعملها متخيطة. هبدأ اشتغل الجسم، هعمل عقدة بداية وبعدين هشتغل 10 سلاسل، 1 2. بعد كده هبدأ اجيب العلامة عشان احطها فوق السلسلة التانية، هسيب اول سلسلة واحط العلامة فوق السلسلة التانية وهدخل فوق السلسلة التالتة وبعدين هبدأ اشتغل 7 غرز حشو، 1 2. بعد 7 غرز حشو هشتغل في اخر سلسلة تزايد ثلاثي، يعني 3 غرز حشو في نفس السلسلة. بعد ما اشتغلت 3 غرز حشو في نفس السلسلة اللي هو التزايد الثلاثي هبدأ الف الشغل بالشكل ده واشتغل في الجنب التاني 7 غرز حشو تحت الـ7 غرز حشو الاولانية. كده وصلت للسلسلة التانية اللي هي قدام الماركر، هبدأ ادخل فيها واشتغل تزايد ثلاثي، يعني 3 غرز حشو في نفس المكان، 1 2 3. وفي السطر التاني هشيل الاول الماركر وابدأ السطر التاني بـ7 غرز حشو وبعدين بعد 7 غرز حشو في السطر التاني هشتغل 3 غرز تزايد، 1 2. يعني هشتغل في الـ3 غرز الجايين فوق كل غرزة 2 غرز حشو وبعدين هشتغل 7 غرز حشو وبعدين 3 غرز تزايد. بعد كده هشتغل السطر التالت عبارة عن 7 غرز حشو، 1 2. وبعدين هكرر التزايد والحشو 3 مرات، تزايد وحشو. دي كده اول مرة، بعدين تزايد وحشو وتزايد وحشو وبعدين 7 غرز حشو وبعدين هكرر التزايد والحشو 3 مرات في الجنب التاني. بعد كده هبدأ اشتغل السطر الرابع عبارة عن 7 غرز حشو وبعدين هكرر 2 حشو وتزايد 3 مرات، 1 حشو تانية وبعدين في الغرزة التالتة هشتغل تزايد، اكرر تاني 2 حشو وتزايد و2 حشو وتزايد وبعدين اشتغل 7 غرز حشو و2 حشو وتزايد هكررهم 3 مرات.
بعد السطر الرابع اشتغلت من السطر الخامس لغاية السطر الثامن، ثابت من غير تزايد ولا تناقص. واشتغل دلوقتي السطر رقم 9، هو عبارة عن بس الماركر الأول، وهبدأ اشتغل 7 غرز حشو. بعد ما اشتغلت 7 غرز حشو هبدأ اشتغل 2 حشو وتناقص، هكررهم 3 مرات، هكرر الاتنين حشو والتناقص، 2 حشو وتناقص. دي كده أول مرة، وبعدين 2 حشو وتناقص، دي كده تاني مرة، واتنين حشو وتناقص، وبعدين 7 غرز حشو، وهكرر الاتنين حشو والتناقص 3 مرات في الجنب التاني. بعد ما اشتغلت السطر التاسع اللي فيه تناقصات، اشتغلت بعديه السطر رقم 10 و11 و12، ثابت من غير اي تزايد ولا تناقص. هبدأ دلوقتي اشتغل في السطر رقم 13، اشتغل 7 غرز حشو، 1، وبعدين هشتغل حشو وتناقص، هكررهم 3 مرات، حشو وتناقص، دي كده أول مرة، حشو. بعد كده هبدأ أجيب الإيد الأولانية، شايفين في جزء طالع لبره كده في الإيد ده، أنا عايزاه يبقى لقدام، وهاخد كل غرزتين قصاد بعض مع بعض. كده اهو، وبعدين هدخل في الجسم واخد اول غرزة حشو، واخد تاني غرزتين قصاد بعض، لازم نطلع من الغرزة اللي في النص، ايوه كده، وبعدين اخد الغرزة من الجسم واطلع من الـ3 غرز واعمل غرزة حشو، وبعدين ادخل من 3 غرزتين قصاد بعض وادخل في الجسم واطلع من الـ3 غرز. وبعدين هشتغل غرزة حشو على الجسم بس، وهشتغل 3 غرز حشو على الايد التانية بالجسم. بعد ما شبكت الايد التانية هبدأ اشتغل حشو تناقص، هكررهم 3 مرات، وقفت عند السطر ده، وهبدأ ان انا اثبت الرجلين، ومع الرجلين هثبت الايدين، بدل ما هي طايرة كده هنزلها وهثبتها في الجسم. اوريكم هنثبت الرجلين ازاي، بس ركزي في الفيديو كويس جدا. دلوقتي هجيب الجزء اللي طالع لفوق برضو واخليه لفوق زي ما هو، وهبدأ اخيط الرجل في اخر الجسم بالشكل ده، اخر الجسم سواء من تحت او من الظهر، اثبتها السطر الاول الثاني الثالث الرابع.
كده هبدأ أثبت الرجل التانية في الجنب التاني في نفس المكان برضو. التاني من السطر الرابع هاخد معاها 3 سطور لفوق في الجنب في آخر الظهر. كده بعد ما ثبت الإيدين والرجلين كويس جدا بالطريقة اللي قلتلكوا عليها، هنبدأ دلوقتي. اشتغلت بعد السطر 13 اللي كان فيه تناقصات وكان فيه تشبيك الإيدين، اشتغلت السطر 14 ثابت من غير تزايد ولا تناقص. هبدأ دلوقتي اشتغل السطر 15 7 غرز حشو. بعد ما اشتغلت 7 غرز حشو في السطر رقم 15 هبدأ اشتغل 3 غرز تناقص. واحد، بعد 3 غرز تناقص هشتغل 7 حشو و3 تناقص تانية. بعد كده هشتغل السطر رقم 16 عبارة عن 8 غرز حشو. واحد، 2. بعد ما خلصت 8 غرز حشو حشيت الجسم فايبر كويس جدا، وبعدين اشتغل تناقص، وبعدين 8 غرز حشو وتناقص. بعد كده اشتغلت سطرين ثابت اللي هما السطر 17 و18، اشتغلتهم ثابت. هشتغل دلوقتي السطر رقم 19 عبارة عن 1 غرزة حشو وبعدين تزايد ثلاثي. وبعدين 5 غرز حشو. وبعدين تزايد ثلاثي. وبعدين 2 حشو. وبعدين تزايد ثلاثي. وبعدين 5 غرز حشو. وبعدين تزايد ثلاثي. وبعدين 1 حشو. هبدأ دلوقتي في السطر رقم 20 اشتغل 2 حشو وبعدين تزايد ثلاثي. وبعدين 7 غرز حشو. بعد ما اشتغلت 7 غرز حشو اشتغل تزايد ثلاثي. وبعدين 4 غرز حشو وتزايد ثلاثي، و7 غرز حشو و2 غرزة حشو في النهاية.
اشتغل دلوقتي السطر رقم 21. ابتدي ان الاول اغير مكان الماركر، وبعدين اشتغل 3 غرز حشو، واحد 2 3، وبعدين تزايد ثلاثي، وبعدين 9 غرز حشو وتزايد ثلاثي، و 6 غرز حشو وتزايد ثلاثي، و9 غرز حشو وتزايد ثلاثي، و3 غرز حشو. سطر رقم 22، هبدأ اشتغل 4 غرز حشو، واحد 2 3 4، وبعدين تزايد ثلاثي، وبعدين 11 غرزة حشو وتزايد ثلاثي، و8 غرز حشو وتزايد ثلاثي، و11 غرزة حشو وتزايد ثلاثي، و4 غرز حشو في نهاية السطر. هبدأ اشتغل السطر رقم 23، اشيل العلامة بالشكل ده، وابدأ اشتغل 5 غرز حشو، واحد 2 3 4 5، وبعدين تزايد ثلاثي، و13 حشو وتزايد ثلاثي، و10 حشو وتزايد ثلاثي، و13 حشو وتزايد ثلاثي، و5 حشو في آخر السطر. كده بعد ما اشتغلت 5 سطور ثابت من السطر رقم 24 لغاية السطر رقم 28، هبدأ دلوقتي اشتغل السطر رقم 29. هبدأه ب2 حشو، غرزتين حشو، واحد 2، وبعدين هكرر 5 حشو وتناقص 8 مرات. بعد كده اشتغلت السطر رقم 30 و31 و32 و33، يعني ال4 سطور اللي بعد كده ثابت من غير اي تزايد ولا تناقص. هشتغل دلوقتي السطر رقم 34، وهو عبارة عن 3 حشو وتناقص، هكررهم 10 مرات. واحد 2 3، وتناقص، هكررهم 10 مرات. بعد كده هبدأ اشتغل السطر رقم 35، اشتغل فيه تناقص، و2 حشو، وهكررهم 10 مرات في الدور ده، تناقص و2 حشو. كده حشيت الراس فايبر كويس جدا. هبدأ اشتغل السطر رقم 26، هشتغل فيه ايه بقى؟ بصوا كده اخر سطر اشتغلته بقى معايا فيه عدد الغرز 30 غرزة حشو، فمعنى كده في السطر الجاي هبدأ اشتغل 3 حشو وتناقص، هكررهم 6 مرات. اشتغل ايه في السطر رقم 36؟ 3 حشو وتناقص، هكررهم 6 مرات. هبدأ اشتغل دلوقتي السطر رقم 37، عبارة عن تناقص،
واتنين حشو اكرر التناقص والاتنين حشو في الدور كله 6 مرات. السطر اللي بعد كده هبدأ ان انا اكرر حشو التناقص 4 مرات. بعد حشو وتناقص 4 مرات هشتغل في الحلقة الخلفية حشو وتناقص مرتين كمان، بس في الحلقة الخلفية حشو وتناقص واكررها مرة كمان. بعد كده هشتغل السطر الاخير عبارة عن 6 ورز تناقص. التناقص الخفي. بعد ما خلصت هشيل الخيط كده شوية صغيرين يعني مش كتير. ابدأ ان انا اقص واجيب ابرة التنظيف بعد ما اطلع الخيط. هبدأ ان انا اقفل بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها كتير قبل كده. بدخل من ما بين الغرز، وما دام هم 6 غرز يبقى هدخل ما بينهم 3 مرات. خدي بالك احنا معانا في السطر اللي قبليه 6 حلقات امامية، دول هنشتغل عليهم الشعر بس في النهاية مش دلوقتي. هعمل عقدتين بالشكل ده بالخيط وشد الخيط كده. هستخدمه باللون الروز. هعمل عقدة بداية واقفل عليها بالشكل ده، وبعدين هاخدها اطلع بيها من الحلقة الامامية الاولى واشتغل 7 سلاسل. 2 3 4 5 6 7. وبعدين من السلسلة التانية هبدأ اشتغل غرزة حشو، وبعدين 5 غرزة نص عمود. 1 2. بعد ما خلصت 5 نص عمود هبدأ اسيب حلقة واشتغل في اللي جنبها، يعني هشتغل في الحلقة التالتة اعمل منزلقة، وبعدين اشتغل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. واعمل زي الخصلة دي كده بالظبط حشو و5 نص عمود، وبعدين اسيب حلقة امامية وادخل في اللي جنبها واشتغل الخصلة الاخيرة، وبعدين ادخل في الحلقة الاخيرة واشتغل منزلق كده. بعد ما خلصت الخصل انا مش هلزقهم دلوقتي بالشمع، عملت سلسلة في النهاية وقصيت الخيط بالشكل ده، وهبقى داري بالشمع تحت الخصل لما اجي الزقهم، بس انا مش هلزقهم دلوقتي، انا هكمل بقية تطريز الحاجات اللي هعملها دي، وفي الاخر خالص 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 نبدأ نطرز الايه الخصل دي مع بعض. دلوقتي نبدأ الاول نعمل الاجزاء الصغيرة زي القرنين والودان وكمان المناخير والبق. نعمل الاول القرنين. جبت الخيط الرصاصي او الفضي ده، وهبدأ اسيب شوية خيط بالشكل ده عشان هبدأ اخيط القرن في الاخر بالرص. سيب شوية خيط وبعدين اعمل عقدة بداية واشتغل بعدها 12 سلسلة. 1 2. بعد ما اشتغلت 12 سلسلة هبدأ ادخل في السلسلة الاولى اللي عملتها، وابدأ اعمل على السلاسل 12 غرزة حشو كده. بعد ما اشتغلت السطر التاني كمان 12 غرزة حشو، يعني اشتغلت سطرين فوق بعض، ف
فوق كل سطر فيهم 12، في كل سطر فيهم 12 غرزة حشو. هطلع بس الخيط ده لبره كده. بعد كده اشتغل السطر التالت 3 تناقص، 1 2 3، وبعدين هشتغل تزايد وحشو اكررهم 3 مرات. تزايد وحشو، دي كده اول مرة. تزايد وحشو كده تاني مرة، وتزايد وحشو لتالت مرة. هبدأ اشتغل السطر الرابع تناقص ثلاثي بالشكل ده كده، تناقص ثلاثي يعني 3 غرز هاخدهم مع بعض في غرزة واحدة. بعد ما اشتغلت تناقص ثلاثي هشتغل تناقص وحشو واكررهم 3 مرات. بعد كده هشتغل في السطر الخامس للقرن اللي هو السطر الأخير، هشتغل في تناقص و5 حشو، تناقص وبعدين 5 غرز حشو. بعد كده رفعت الخيط وطلعته من الحلقة بالشكل ده، وحطيت إبرة التنظيف، وهبدأ إن أنا أقفل القرن من فوق. انا عملت قرنين بالشكل ده كده، هيتحطوا في الراس عكس بعض، كل واحد بيبص فيهم في اتجاه. الاول هدخل الخيط لجوه، هقص الخيط الزيادة اللي هو اللي كان في قبل التنظيف. تمام، هسيب الخيط الطويل عشان هقصه في الراس، بس قبل ما اقصه في الراس هستخدمه في حاجة تانية. اجيب ابرة التنظيف احطها فيه تاني في الطرف اللي تحت، وهدخل من تحت اعدي للغرزة الاخيرة من الغرزة الاولى. خلاص كده هبدأ اخيطها في الراس. كده خيطت قرن ورا الكاميرا، وهبدأ اخيط التاني معاكم. اخيط ده عكس ده، بس الاتنين هيبدأوا من نفس المكان من بداية السطر. تمام، هخيطهم في نهاية الخصل بالشكل ده كده. امشي معايا خطوة بخطوة. هبدأ احشي دلوقتي الجزء ده كده فايبر.
هبدأ دلوقتي أعمل الودان، هعمل منها قطعتين برضو زي القرنين. هبدأ أعمل باللون الأبيض الأول عقدة بداية، وبعدين أشتغل 5 سلاسل، واحد اتنين تلاتة، ومن تلت سلسلة هبدأ أشتغل غرزتين حشو، واحد اتنين، والسلسلة الأخيرة أشتغل فيها تزايد ثلاثي. وبعدين اشتغل غرزتين حشو في الجنب التاني، واحد اتنين، والسلسلة التانية اللي سبناها في البداية هدخل اشتغل فيها تزايد ثلاثي. اشتغل دلوقتي السطر التاني، عبارة عن 2 حشو، بعدين تزايد ثلاثي. بعد ما اشتغلت في السطر التاني 2 حشو وتزايد ثلاثي، اشتغل حشو وتزايد ثلاثي. بعد ما اشتغلت حشو وتزايد ثلاثي اشتغل 3 حشو وتزايد ثلاثي وحشو. بعد كده اشتغل السطر الثالث، عبارة عن 3 حشو وتزايد ثلاثي، وتلاتة حشو وتزايد ثلاثي، وخمسة حشو وتزايد ثلاثي، و2 حشو. بعد ما خلصت السطر الثالث اشتغل السطر الرابع، عبارة عن 4 فرص حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة، وبعدين تزايد ثلاثي، وخمسة حشو وتزايد ثلاثي، وسبعة حشو وتزايد ثلاثي، وتلاتة حشو. بعد كده هدخل في أول غرزة وأشتغل منزلقة وسلسلة، وأرفع الخيط كده شوية صغيرين، وهجيب اللون الروز، وهدخل في الحلقتين بتوع غرزة المنزلقة، وهبدأ أعمل عقدة بداية، أدخل جوه العقدة، وبعدين أدخل بالإبرة تحت الحلقتين بتوع المنزلقة، وأخد خيط وأطلع أعمل غرزة حشو، وبعدين أخد الفتلتين اللي باللونين مع بعض، وأسيب الغرزة اللي داخلة عاملة فيها منزلقة، وأبدأ من الغرزة اللي جنبها. وبعد كده هبدأ أشتغل 4 غرز حشو، وبعدين تزايد ثلاثي، و7 غرز حشو وتزايد ثلاثي، و9 حشو وتزايد ثلاثي، و4 حشو كده. بعد ما خلصت الودان طلعت الخيط من آخر غرزة بالشكل ده. بعدين هدخل في أول غرزة تحت الحلقتين بس من ورا، بعدين ندخل في آخر غرزة ما بين الحلقتين بالشكل ده، وهبدأ إن أنا أعدي لغاية ما أوصل فوق في النص هنا في الزاوية. هبدأ ان انا اطبقهم على بعض واخيطهم من فوق بس. وبعد كده هبدأ اثبتها
الروز في السطر اللي تحت القرنين بالظبط بالشكل ده كده. هبدأ أعمل دلوقتي المناخير، عقدة بداية، وبعدين 5 سلاسل، 3 4 5، وأشتغل سلسلة كمان كده. بعد ما اشتغلت 6 سلاسل أسيب أول سلسلتين وأدخل في التالتة وأعمل 3 غرز حشو. وبعدين تزايد ثلاثي، وبعدين اشتغل غرزة حشو والتانية والتالتة، وأدخل في السلسلة اللي شدناها في البداية اللي هي السلسلة التانية وأشتغل تزايد ثلاثي. وبعدين هشتغل حشو في السطر التاني وأشتغل 1 2 3 4 سلاسل، وأسيب غرزة حشو وادخل في التانية واشتغل حشو، وبعدين اشتغل 3 غرز تزايد، في كل غرزة من التلاتة غرزتين حشو. بعد الـ3 تزايد اشتغل 3 حشو، 3 غرز حشو، وبعدين 3 غرز تزايد. بعد كده هدخل في الغرزة الأخيرة من ورا بعد ما طلعت الخيط، وهدخل بين الحلقتين، هدخل قصدي في الغرزة الأولى من ورا وهدخل بين الحلقتين في الغرزة الأخيرة، واسحب الخيط كده بالشكل ده لغاية ما يوصل لمكان الشفايف، وابدأ ألف الخيط على الشفايف كده، 3 لفة، الرابعة، خمسة، 6، 7، 8،
بعد ما خلصت كده هبدأ أدخل في الفم وأبدأ أطرز مكان المناخير عشان اعمل الديل هجيب اللون الروز وهبدأ اعمل 15 سلسلة وبعدين هسيب اول 3 سلاسل وهبدأ في الرابعة وهشتغل غرز حشو لغاية نهاية السلاسل هبدأ ارفع الخيط بشكل ده عشان هبقى اخيط الديل في الضهر وبعدين اسحب الخيط كده وابدأ اني اعقد طرفين الخيط ببعض و
بص الخيط القصير خالص. هاجي بقى عند جوه كده، جوه السلاسل اللي انا سبتها في البدايه، تكون فراغ كده عندي. فالفراغ ده انا هدخل فيه واعمل خيط اسود بالطريقه اللي قدامكم دلوقتي دي. الاول هقص فتل خيط اسود كلهم قد بعض. شوف بقى بالطول اللي تحبيه، انا هقص 10، عايز تقصي 15 قصي. هبدأ اخد كل فتلتين مع بعض بالشكل ده، وادخل كل فراغ اللي عملته بالسلاسل واخدها من النص، واسحب الخيط وعديه بالشكل ده. وهبدأ دلوقتي اقص الخيوط الزيادة كده. بعد ما قصيت الخيوط الزيادة بالشكل ده، هبدأ اجيب بقى البقرة بتاعتنا وابدأ اخيط الديل. اول التاني التالت اخيطه في السطر الرابع. اخر حاجة بقى هعملها هي القطعة دي، هعمل منها 7 قطع، والقطعة الكبيرة هعمل منها قطعتين. انا عملت قطعة اهي ورا الكاميرا، هعمل قطعة تانية معاكم، ودول عملت منهم 6، هعمل القطعة السابعة معاكم. هنبدأ بالقطعة الصغيرة، هعمل عقدة بداية وبعدين سلسلتين، وادخل في اول سلسلة واعمل حشو وسلسلة ومنزلق في نفس المكان، وبعدين سلسلة وحشو في نفس السلسلة الأولانية، وبعدين سلسلة وبعدين منزلق، وبعدين سلسلة وبعدين حشو في نفس المكان، وبعدين سلسلة وبعدين منزلق وسلسلة، وارفع الخيط وقص الخيط الزيادة. دلوقتي هنعمل القطعة الكبيرة، اعمل عقدة بداية وسلسلتين، وادخل في اول واحدة واعمل 6 غرز حشو. واحد، بعد ما خلصت 6 غرز حشو هدخل في اول واحدة واعمل منزلقة، وبعدين سلسلة، وبعدين حشو في نفس المكان، ومنزلقة في نفس المكان، وبعدين ارتفع سلسلتين وادخل في الغرزة اللي جنبها، اعمل عمود بلفة وسلسلتين ومنزلقة في نفس المكان، بعدين ارتفع سلسلة وادخل في الغرزة اللي جنبها واعمل حشو وسلسلة ومنزلقة في نفس المكان، وارتفع سلسلتين واعمل في الغرزة اللي جنبها عمود بلفة، وبعدين سلسلتين ومنزلقة
في نفس المكان، وارتفع سلسلة وادخل الغرزة اللي جنبها واعمل حشو، وبعدين سلسلة وادخل اعمل منزلقة في نفس المكان، وبعدين ارتفع سلسلتين وادخل الغرزة اللي جنبها واعمل عمود بلفة وسلسلتين واعمل منزلقة في نفس المكان. وبكده اكون خلصت القطعة الكبيرة. ارفع الخيط كده واقص الخيط الزيادة. كده ان كل اللي عملته ورا الكاميرا ان انا لزقت القطعة، بصوا، في الخدود وفي القورة وفي الرجلين وفي الايدين قصدي، ومن هنا ومن هنا ومن ورا عند الديل، ولزقت العينين في الوش. وهبدأ دلوقتي اعمل معاكم الحواجب. هدخل من اي مكان دلوقتي وبعدين اعدي لنفس السطر اللي فيه العينين، اطلع السطر اللي فوقيه واسيب غرزه وادخل في الثانيه، واعمل كده برضو الجنب التاني، وبكده نكون خلصنا. بصوا على السولة ازاي جميلة خالص بكل تفاصيلها، على السولة خالص وكيوت خالص خالص خالص. يلا اكتبولي في الكومنتات تسلم ايدك يا كوروشيكو، متعودة منكم على كده على طول. دي النهاردة كان سهل وبسيط، اتمنى يكون كان سهل وبسيط عليكم برضو. ما تنسيش تدوسي لايك للفيديو، تشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار على تليفونك لكل فيديو جديد بنزله. هستنيكم في فيديو جديد ودرس جديد بإذن الله. مع السلامة.